في ظلال السيرة، عندما تضيق الأوطان، كلما أغار الطواغيت على بيت مسلم لم يجدوه، ووجدوا حنين الجدران لتلك الوجوه المؤمنة والأرواح الشفافة والأصوات المتهدجة بقراءة القرآن، وجدوا السؤال عن شباب وشابات تغربوا، فأين هم يا مكة؟ أين هم؟ لم يكتف الطواغيت بتشريدهم وهم أطيب أهلها، بل تأجج حقدهم فعقدوا اجتماعا في دار الندوة أوضح نتائجه المولى سبحانه وتعالى فقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ثلاثة خيارات لا رجعة عنها: إما إثباته صلى الله عليه وسلم في الأسر، أو قتله، أو إخراجه. كانوا لا يعلمون بعزمه على الخروج، لذا بدأوا بخيار القتل، فانتقوا مجموعة منهم ليتفرق دمه بين أسر مكة، فلا يصبح أمام أسرته سوى القبول بالدية. أما هو صلى الله عليه وسلم فكان في بيته ومعه ابن عمه علي بن أبي طالب ابن الثالثة والعشرين، ها هو يسلمه أموالا لا ليلحقه بها في يثرب، بل ليعيدها لأصحابها الوثنيين الذين لم يجدوا أكثر أمانة منه. فعندما دنا الرحيل لم يقل صلى الله عليه وسلم: أما وهم يخططون لقتلي فودائعهم حلال لي وأماناتهم غنيمة، بل يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وعندما أرخى الليل سدوله خيم الحزن وحان الفراق، فهل هو الوداع الأخير يا مكة؟ هل هو الوداع يا مهبط الوحي ومراتع الصبا ومغنى الأحبة؟ هنا كان المولد، وهنا كان يركض مع الأطفال ويلعب، هنا كانت تناديه آمنة يأتيها ضاحكا فتلاعبه، أو باكيا فتهدهده وتقص عليه وتسليه. هنا استقبلوه يتيما بعد رحيلها، وهنا كان يمشي مع عبد المطلب، هنا تعلم ركوب الخيل ورعي الغنم، هنا تمنته الفتيات وفازت به خديجة، وهنا بكى على خديجة. هنا مكة، ما أطيب مكة، وما أطيب ريحها، ما أقسى فراق الأوطان عندما يضيقها الطغاة. يقول لحبيبته وهو يهم بفراقها: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي،
ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك. خيم الليل فتداعى جنود الشيطان كالخفافيش ليغمدوا سيوفهم في جسده الطاهر الذي عانى الجوع والضرب والنزف منهم، ليغرزوا خناجرهم في قلب يتفطر حسرة عليهم ورحمة بهم، فيسليه سبحانه ويقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فهل هو الوداع الأخير يا مكة؟